بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي السباق 18 لهذا الموسم والذي يقيم على كؤوس اسطبل الجسم وكأس الراشدية، وذلك على مضمار سباق النادي منطقة الرفا بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو ممثلي الجهة الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وعلى هامش السباق هنأ سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة الملك البحريني ماهر لطف الله والمضمر البحريني عبد الله كويتي بمناسبة الإنجاز البحريني الذي حققه الحصان شوبن بفوزه بكأس الشوط السابع ضمن مهرجان سيف سمو أمير الدولة قطر لسباق الخيل، مشيدا سمو بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الانتصارات التي حققها الاسطبلات البحرينية في السباقات الخارجية، وعكس تطور مستوى رياضة سباق الخيل. كما أشاد سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة بالجهود الطيبة التي بذلها المالك والمدرب الحصان شوبن وأفراد طاقم الاسطبل وتوجت بتحقيق هذا الإنجاز المتميز، متمنيا سموه التوفيق لجميع الاسطبلات البحرينية في تحقيق مزيد من الانتصارات المشرفة في السباقات الخارجية. وتم تتويج الفائزين بكؤوس اسطبل الجسم، حيث قام زيد نادر الجسمي بتقديم كأس الشوط الأول إلى المالك الفائز سمير داود، وكأس الشوط السابع إلى عبد الله فوزي ناس، فيما قام محمد عبد الرحمن الجسمي بتقديم كأس الشوط الثاني إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وكأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، وكأس الشوطين الرابع والخامس المضمر الفائز جابر رمضان، وكأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة.